ناخذ مثال على الريبل فاكتور. قلنا الريبل فاكتور عندي ار ريبل فاكتور بيساوي في اي سي ار ام اس على في دي سي ار ام اس. كمان ممكن اقول انا بعرف انه الفي سيجنال في سيجنال ار ام اس بتساوي في اي سي ار ام اس تربيع زائد في دي سي ار ام اس تربيع تحت الجذر. مضبوط. فبامكاني مثلا احول هاي العلاقه اعملها بهذا الشكل، في سيجنال ار ام اس تربيع بتساوي في اي سي ار ام اس تربيع زائد في دي سي ار ام اس تربيع. واذا انا مش عارف مثلا الاي سي وين بقدر اجيبه، اذا انا مش عارف، اذا عارف يعني هون اذا عارف تنين ومش عارف الثالث بقدر اطلعه من هون، مش هيك؟ فبامكاني مثلا اعوض محل في اي سي، بامكاني اعوض في سيجنال ار ام اس تربيع ماينس في دي سي ار ام اس تربيع على في دي سي ار ام اس تربيع. اوكي ماشي مظبوطة. هي كله عمالنا بنحكي انه الباور الموجودة بالسيجنال تساوي مجموع الباورز اللي موجودة في الكومبوننت على اساس انهم كلهم اورثوغونال. ناخذ مثال على سيجنال. نعم، ايش الغلط؟ اخر واحد هذا دي سي وهذا سيجنال وهذا دي سي، اي دي سي مظبوط. كله او بدون تربيع من تحت. هاي مش هيك، هاي الغلط. إذا هاي عندنا بالنسبة للريبل فاكتور. خلينا ناخذ مثلا مثال، لو أخذنا هذا المثال، لو عندي سيجنال إلى 50% أون سكوير ويف، 50% أون 50% أون، نفترض هذا 10 فولت، هذا طبعا الزمن وهذا هون في أوف تي. جينا سألنا شو الريبل فاكتور لهي السيجنال. أول شيء نطلع على السيجنال، السيجنال هل هي أي سي ولا دي سي؟ اي سي ودي سي فيها، مش هيك؟ فيها دي سي كومبوننت اللي هو الافرج تبع هاي، اللي هو اذا كانت هاي 50% ديوتي سايكل، اذا هاي 50% شو بكون الافرج للسيجنال هاي؟ 5 فولت، مش هيك؟ 5 فولت دي سي. فهاي السيجنال كانها مكونه من تو سيجنالز، كانها مكونه من سيجنال 5 فولت وهاي هي الدي سي كومبوننت، كانها هاي تساوي هذول الاثنين، وسيجنال ثانيه الافرج تبعها زيرو وهاي هون 5 وناقص 5 فولت. مظبوط. مش هدول لو جمعتهم التنتين بعطوني هاي السيجنال؟ مظبوط. هاي هل هي فعلا دي سي؟ نعم بيور دي سي، مش هيك؟ هل هاي فعلا اي سي؟ نعم، لانه الافرج، لانه الديوتي سايكل تبعتها 5 فولت والافرج تبعها راح يكون زيرو. طيب هاي قديش الار ام اس تبعها؟ 5 فولت. الدي سي اذا كان عندي بيور دي سي، الار ام اس تبعه هو نفس الافرج تبعه، اذا كانها بيور دي سي، مش اذا كانها ساينوسويد او بلسيتنج، اذا بيور دي سي هي نفسها. فعندي للسيجنال هاي بقدر اقول انه في دي سي ار ام اس بيساوي 5 فولت، مضبوط؟ طيب هاي السيجنال 5 فولت. هل هاي 5 فولت كمان؟ as far as power is concerned، على فكره هاي فيش فرق، لو انا حطيت هذه على ريزيستر، حطيت هاي على ريزيستر وهاي ريزيستر، هل راح يشوف في فرق من ناحيه الباور؟ طول الوقت عنده هون 5 فولت. هلا كونها دائما بوزيتيف هون او مرات بوزيتيف مرات نيجاتيف، الريزيستر دازنت مايند، ما بمانع. ليش؟ لانه وصلوا نفس الباور. مزبوط. هل الباور اقل قيمه اللي بتيجي من الناقص 5 فولت مقارنه بالبلس 5 فولت؟ هي نفس الباور. مزبوط. 5 تربيع 25 وناقص 5 تربيع 25. مضبوط. اذا الفي دي سي ار ام اس، الفي اي سي ار ام اس بتساوي كمان 5 فولت. طيب هلا بنسال السؤال، ايش الفي سيجنال ار ام اس؟ هلا اذا بحط الهاي بدها تساوي من هون هيك، مضبوط، شو بتصير عندي؟ بتصير عندي 5 تربيع زائد 5 تربيع، 5 تربيع 25 زائد 5 تربيع 25 50 جذر ال 50. مظبوط. 5 جذر جذر ال 50 مظبوط، اللي هي 5 جذر 2 او 10 على. طيب من معاينه هاي من هون قديش الار ام اس تبع هاي السيجنال؟ تذكروا اللي حسبناها مره اخذناها،
فيك على فيك على جذر التنين. لانه عندي ليش السبب؟ السبب انه احنا ما بنحسب ار ام اس في ار ام اس سيجنال بدها تساوي لنص الفتره قديش كانت القيمه؟ 10. وللنص الثاني كانت 0، فبتصير عندي 10 بتطلع برا، بتطلع 10 على جذر التنين. اذا هذا صحيح مش هيك؟ وهذا طبعا فولتس، مفروض انا حطيت هون فولتس مش هيك لانها ار ام اس. طيب قديش الريبل فاكتور لهي السيجنال؟ 1. اوكي مظبوط.